امبارح بقى واحنا بنتكلم عن الاخبار اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، ما احنا بنتابع من خلال السوشيال ميديا، فالاخبار بتنتشر على السوشيال ميديا بشكل رهيب والغلط بينتشر اكتر، لكن لما نطلع بيان رسمي للاسف الناس ما بتشوفش وما بتتابعش الكلام ده. امبارح اتحاد الفروسيه طلع بيان مهم جدا، بيان رسمي نفى فيه نقل اشخاص الى باريس على نفقه الدوله، وقال عن سفر الفارس نائل نصار الى الاولمبياد مع عدد اخر من الافراد انه نائل اصلا مقيم في الولايات المتحده الامريكيه، والطاقم اللي مسافر معاه المساعد هيسافروا مباشره من الولايات المتحده الامريكيه لباريس، وهيكون بمعرفتهم الشخصيه وعلى نفقتهم الخاصه، حتى الحصان بتاعه هو هينقله بطياره على نفقته الشخصيه من الولايات المتحده الامريكيه الى فرنسا. اعتقد انه بعد البيان المفروض ان احنا ناخد بالنا ان في بعض الحاجات اللي بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ما هياش دقيقه وهدفها اثاره البلبله فقط، وان الناس تفضل تتكلم بس عن اللي بيحصل من ابطالنا في الاولمبياد. واقعة تانية مشابهه برضو من الحاجات الخطأ اللي انتشرت والشائعات طبعا اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اتحاد التجديف طلع بيان هو كمان واتكلم عن الموضوع ده. منشور انتشر على طبعا منشور هزلي ما فيش شك طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بيتكلم عن وجود لاعبه بتمثل مصر اسمها آية السيد في منافسات التجديف، اتأهلت في يعني للاولمبياد طبعا وهي بتشارك في الاولمبياد لكنها تاهت في الطريق. طبعا خبر زي ده هيبسط بعض الناس وهتبتدي تعمل شير وتهزر وتتريق المهم ان هي اساسا مش موجوده في الاتحاد، يعني هذه الصوره ممكن تكون لفتاه بتمارس الرياضه دي لنفسها، بتمارسها هوايه، يعني انا ممكن يعني انزل واحط صورتي انا كمحمد واحط صورتي في وانزل بالمركب وانزل واقدف واحط صوره على السوشيال ميديا واكتب كلمتين في اي حساب من الحسابات الوهميه، هتلاقي الناس انساقت وراها وقالت انه ده مشارك في الاولمبياد لكنه لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب وتاه في السباق. ده نفى الاتحاد رسميا ودي حاجه مهمه جدا، وقال انه ما عندوش لعيبه اصلا بهذا الاسم، ويا ريت ما حدش ينساق وراء مثل هذه الانباء غير الصحيحه وغير الدقيقه. مش لازم نصدق اي كلام بنسمعه، لازم نرجع زي ما احنا متعودين نستنى البيان الرسمي لما يطلع من المصدر بتاعه.